مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب. شكرا ل 6528 مشترك. النهاردة هنشرح اير دروب لرمز الار الار اس ار. العملة دي هتنزل على منصة هوبي. المنصة دي هسيب لك برضو الرابط بتاعها اسفل الفيديو. انت كل اللي عليك هتسجل الايميل والباسورد وتهجيلك رسالة تفعيل تفعل حسابك. وبعد كده هتروح للفورم اللي انا هسيبه لك اسفل الفيديو ده. هتضغط على كلمة هنا ايميل. لو انت هتسجل بالايميل يستحسن التسجيل بالايميل. هتسجل ايميل وبعد كده هتروح لكلمة فيرست نيم تحط الاسم وبعد كده الاسم التاني وهنا اليو اي دي. اليو اي دي دي هتروح تجيبه من المنصة. هتروح للحساب بتاعك وهتلاقي هنا كلمة اليو اي دي وده الرقم بتاعك. هتحطه هنا في اليو اي دي وهنا الوالت كلمة هنا بالانس وتكتب ديبوزيت. ده كده هتكتب هنا الار اس ار. هيطلع لك العملة وهتضغط على كلمة ديبوزيت. هيطلع لك العنوان ده تاخده كوبي وتروح على الفورم وتسيبه هنا. بعد كده هتكتب هنا البلد بتاعتك وهنا هتروح لكلمة اذر وهتكتب هنا المدينة بتاعتك وهتضغط على الشروط وبعد كده تضغط كونكت. بعد ما توافق على الشروط وتعمل كل الكلام ده بعد كده هتفتح الفورم معاك. في هنا حتة بس عايز اقولها ان اليوتيوب التويتر ساعات ما بيكونكتش مع الفورم ده. فانت بتضغط على كلمة ايديت هنا وتظبط الحسابات بتاعتك. يعني مثلا لو هو مش متظبط بتضغط اكس من هنا وتعمل كونكت من الحساب بتاعك. مثلا على التويت دي هو قال لك عايز ريتويت بتضغط عليها. بعد كده هنا بيطلع لك مش رسالة واحدة, هنا بيطلع لك ريتويت وبعد كده هنا على الجنب كونكت. بتضغط على كلمة كونكت من هنا عشان تفعل حسابك بالفورم ده. وبعد كده بعد ما بتضغط على كونكت بيتفعل حسابك, بيرتبط حسابك بالفورم. بعد كده بتضغط على ريتويت عادي وتعمل الريتويت وبعد كده بتضغط على كونفيرم. كده احنا عملنا السؤال ده. الاسئلة اللي فيها اللي انت هتنزل هتعمل داونلود على المنصة بتاعت هوبي وبعد كده هتعمل هنا ريتويت ريتويت وفولو وبعد كده هتعمل هنا فولو وهنا في ريديت هتعمل سبسكرايب على ريديت وهنا التليجرام هتربط برضو هتعمل لهم فولو هتعمل لهم جوين يعني طبعا هتربط برضو حسابك بيهم. بعد كده هنا سبسكرايب وهنا هتتفرج على الفيديو ده وبعد كده هنا لبرنامج كوكا هتنزله او ممكن ما تنزلوش. انت هتضغط على هنا هتتعلم علامة صح. الريفرال بتاعك ده الريفرال بتاعك هنا دي عمل مدونة للفورم ده وهنا ممكن انت تعمل فيديو وترفعه لهم وبيقول لك هيدي لك 500 قطعة من العملة بتاعت الار اس ار. فورم مهم. المنصة اللي هتنزل على عليها الرمز ده منصة صادقة. لو اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.